اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية إلغاء تفعيل إظهار اسم المرسل على تطبيقكم تليجرام. نقوم بالضغط على تطبيق تليجرام، بعدها سوف نقوم بالضغط على الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط على الإشعارات والأصوات، بعدها سوف نقوم بالضغط على التفاعلات، بعدها سوف نقوم بالضغط على إظهار اسم المرسل. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء تفعيل إظهار اسم المرسل، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.